احتفال كبير جدا مستمر من فترة بمئوية الكاتب الكبير أديب نوبل الراحل الأستاذ نجيب محفوظ. ويمكن النهاردة ومن ضمن أهم الأعمال اللي قدمت أو نشرت مؤخرا عمل متميز جدا، عمل أدبي الحقيقة، أو عمل مقارن يعني أكثر أو تحديدا، وهو للأستاذ الكاتب والناقد المتميز جدا واللي منورنا النهاردة الأستاذ محمود قاسم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وشكرا على المقدمة يا نجيب محفوظ بين الفيلم والرواية، هو ده الكتاب، واعتقد ان ده هيبقى مثير جدا لينا كلنا، لان احنا كلنا او معظمنا مهتم جدا بادب نجيب محفوظ، وبدا الاهتمام بيه اكيد وساهم في اهتمامه بيه السينما واعمال نجيب محفوظ اللي حولت للسينما بعد كده. كلمني يا فندم اكتر عن سبب هذا الكتاب وتوقيته كمان. هو سببه صباح يوم فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل سنة 88، إن أنا كنت ماشي الصبح في شارع في نص البلد، فبنت كده من وسط راقي مع باباها وبيتكلموا عنه، فبتقول له أنا شفت له أفلام كتير. فأنا كان نفسي أزقها وأقول لها لأ، قولي أنا قريت له روايات، فالناس كلها تعرف نجيب محفوظ فقط من خلال الأفلام اللي اتعملت عن رواياته أو هو كتبها بعيدا عن النصوص الادبيه اللي عملها. يعني هو المهم ان نجيب محفوظ في المقام الاول هو كاتب روائي وكاتب قصه قصيره، وفي احد نشاطاته بيكتب سيناريو افلام. الناس نجيب محفوظ خد جائزه نوبل على اساس ان هو كاتب أديب ولا اديب، بالظبط. وله الروايات العظيمه دي كلها والابداع الكثير المتميز، فلازم نقرا نجيب محفوظ. انا اكتشفت في مرحله لاحقه ان في كتب كتير طبعا بتتعمل عن نجيب محفوظ سواء كاديب او سواء طبعا كسينمائي. الادباء للاسف الشديد اغلبهم ما بيروحوش ما بيتفرجوش على الافلام، في فاصل، والسينمائيين لا يقرؤون الادب. ولاحظت ان بعض النقاد اللي بيكتبوا عن نجيب محفوظ واللي بيروحوا يملأوا القاعات بالكلام عنه بالظبط سينمائيا ما بيعملوش فاصل ما بين النص الادبي المكتوب الأدبي بالظبط واللغه بتاعته، صحيح وتغير هذا المفهوم المصطلحي في اللغه عنده، من مثلا يعني زواق المداء مكتوبه بطريقه، والاستكراب مكتوبه بطريقه، الحرافيش مكتوبه بطريقه لغويه وسرديه مختلفه، وحتى المفرد اللغوي عنده اختلف ما بين النصوص القصصيه القصيره والروايات وما شابه. ما حدش وقف عند ده. انا عملت ايه؟ رحت جيت قريت كل روايات نجيب محفوظ وقصصه القصيره، وشفت كل الافلام المأخوذه عن نجيب محفوظ كلها، وبعدين بدأت اعمل مقارنه ما بين النص السينمائي والنص الادبي. يعني بتقرا الروايه وتشوف شوف الفيلم. الفيلم. انا هديك مجموعه امثله، مثلا حكايه الموت عند كحل عند نجيب محفوظ كان دايما بيموت ابطاله. لو جينا في ذواق المداء على سبيل المثال، وبعد كده في لص وكلاب، ذواق المداء في الروايه اللي مات هو الشخص البريء اللي بيدافع عن الحق اللي هو عباس الحلو، اللي رايح ينقذ او ينتقم او يجيب حميده من البارات اللي بتشتغل فيها. ففي اثناء المعركه وهو بيتعارك علشانها خد له ازازه فمات. لكن الفيلم السينما لا تسامح، السينما موتت حميده. يعني كل واحد من طرفين، الكاتب له رؤيه ان انا بموت البريء، والسينما بتقول لا، اللي المدان هو اللي بيموت علشان الجمهور متعود على كده. على كده. لص وكلاب في الروايه في برضه بتكلم عن النهايه، مطاردات كبيره جدا ما بين البوليس وما بين سعيد مهران. سعيد مهران بيقرر في حواره الداخلي مع نفسه انه هيسلم نفسه للبوليس، لكن وبيسلم نفسه، وتنتهي الروايه على كده. السينما بتعمل حل جذري، بتموت سعيد مهران باعتبار انه قتل، ومن قتل يقتل، وهكذا. يعني نجيب محفوظ كان عنده نصوص كتيره فلسفيه زي الطريق على سبيل المثال. صبر صبر الرحيمي في روايه الطريق بيجي له واحد قبل ما يحصل له الاعدام بيقول له افرح ابتهج لقد عثرنا على ابيك. فعثروا على ابيه، هو يعني بينه وبين الاعدام او بينه وبين المشنقه بضع سنتيمترات. لكن في الفيلم اللي عمله حسام الدين مصطفى بعد ما تم القبض عليه، احنا شفنا اظلام ومشنقه وبتيجي وايه، بتحس ان هو هيعدم بدون الاشاره الى المعنى الفلسفي الكبير
ان الحلم اللي انت حلمت بيه كله، يا صابر يا صابر الرحيم، وقتلت من اجله وعملت وعملت ورحلت من اسكندريه للقاهره وما شابه، كل الحلم ده ما صدمكش بظهور ابوك. لطيف جدا يا فندم. يعني من ضمن ما يعني بتجول كده في الكتاب، اولا طبعا حضرتك مقسم يعني كل فيلم هو فيلم فيلم هو قسم او فصل في بتقارن ما بين الفيلم والروايه. بالظبط. وكمان لطيف ان حضرتك مش بس مجرد انك عامل مقارنات، في نقد كمان في الموضوع. طبعا يعني طبعا مثلا طبعا لو طبعا هنتكلم في الجزء الخاص بفيلم بين القصرين، هنلاقي في مقطع بيقول: هل تصدرت صور سعد زغلول الشوارع في عام 1918؟ هذا خطأ وقع فيه الفيلم الذي حاول ان يعطي مساحه اطول للنضال السياسي. وقد حدثني يوسف جوهر في بيته يوما ان حسن الامام هو الذي افسد الروايه واهتم بجرعات الرقص، لكنه لم يشر ايضا الى زياده جرعات الجلسات السريه والمظاهرات التي عمت شوارع القاهره. يعني حتى كمان في جانب نقدي في هذا العمل، مش بس مجرد ادب مقارن او يعني مقارنات ما بين الفيلم والروايه. هذا يعني كلام الاستاذ يوسف جوهر ربنا يقدس روحه، انه في 3 نصوص موجودين حوالين الفيلم: النص الادبي اللي كتبه نجيب محفوظ، والنص السينمائي اللي كتبه يوسف جوهر، والنص المعدل اللي على مزاج حسن الامام اللي حط فيه الرقاصين والطبالين والجو ده كله، حتى وخصوصا كمان جو المظاهرات سعد، مظاهرات ثوره 19، انها كترت قوي، الجرعه بتاعتها كترت، حتى وكان على حساب الدراما الاخرى، على حساب الشخصيات، لان الروايه قد كده، الروايه 568 صفحه على سبيل المثال، فهو بيطلعها في فيلم مثلا مدته ساعتين صعب. ودي طبعا تحدي كان لكل روايات الاستاذ الكبير نجيب محفوظ، لان تفاصيله اللي هو يعتمد، معروف جدا ادم نجيب محفوظ اعتماده على التفاصيل. هو نجيب محفوظ اتعلم الحكايه دي، ففي اخر حياته بدا من 75 لما عمل روايه الحرفيش والروايات اللي بعديها، بدا يكتب وعينه على السينما، بدا يكتب بطريقه كتابه السيناريو. فانت لو تقرا مثلا الحب فوق هضبه الهرم، ايوه، اللي عملها عطف الطيب وكتب وعملها مصطفى محرم كسيناريو، أيه. تحس انه كانه بيهدي النص زي ما هو جاهز بالظبط. اتفضل. اتفضل. مش غلطه يعني. بالظبط. فنجيب محفوظ غير اسلوبه وطريقته في الكتابه في اواخر حياته، لانه كان عارف ان اعماله دي على طول هتتحول الى افلام، وظهرت قوي كمان في ملحمه الحرافيش. بس ملحمه الحرافيش على سبيل المثال ما تقدرش تقراها قصه قصه وتشوفها فيلم فيلم، لان في الروايه نجيب محفوظ وقف الزمن وحرك الاجيال. يعني لو انت حركت الشخصيات دي كلها ورا بعضها 10 ملاحم في 10 اجيال بيجيبوا 500 سنه، لكن هو يعني زي بالظبط الست اللي او الراجل الرياضي اللي بيتنطط على زحافه وهي واقف محله سر، فوقف الزمن وحرك الاجيال. كمان هنلاقي، وطبعا معروف اعتقد، ان يعني معظم او اهم كبار مخرجي السينما المصريه هم اللي اشتغلوا او تم تحويل اعمال نجيب محفوظ، سواء الاعمال اللي بتجري مباشره للسينما او اعمال الادبيه معاهم. يعني حسين طبعا، صلاح ابو سيف، كمال الشريخ، حسين الامام، وغيرها من الاسامي كتير جدا. كمال حسين كمال وعاطف سالم، يعني سالم ومجموعه ضخمه من المخرجين. وده هنا يجي سؤال يا فندم، بعد المقارنه وبعد يعني متابعتك لكل الافلام، من في رأيك هو الأقرب لأدب نجيب محفوظ على الشاشة؟ من هو المخرج الذي يستطاع أن يبرزه؟ هو دايما الأستاذ صلاح أبو سيف كان لما بيقعد معانا ويكلمنا، فكان هو بيقول أنا اللي علمت نجيب محفوظ كيف يكتب السيناريو في الفيلم الأولاني اللي هو كتبه له سنة 47. للأسف إن صلاح أبو سيف ما عملش كتير أفلام لنجيب محفوظ، لكن هو أول واحد عمل له رواية. يعني هو خد بدايه ونهايه وحولها الى فيلم، وروايه صعبه للغايه وكئيبه للغايه طبعا. فهو عمل بدايه ونهايه، جميل في بدايه وبعدين ونهاية. بعد فتره عمل له القاهره 30 اللي هي فضيحه في القاهره، ودول كانوا اهم تجاربه، لكن هو اشتغل معاه كتير ككاتب سيناريو. يعني هو مثلا عمل له سيناريو مثلا شباب امراه، عمل له افلامه الاولى مغامرات عنتر وعبله، فعمل له سيناريوهات كتير جدا كسيناريو. لكن هو اقرب واحد اللي هو صلاح ابو سيف. لكن في كتير قوي فهموه، اللي فهموا اكتر كتاب السيناريو اكتر منهم كمخرجين. يعني انا مصطفى محرم على سبيل المثال كان متشبع، وهو عمل له حوالي اكتر من 15 فيلم، فكان فاهم ازاي يتعامل معاه. بس واحمد صالح للشاشه، على الشاشه من هو طبعا عاطف الطيب وحسين كمال، حسين كمال وكمال الشيخ في كمال الشيخ في لسه وكلاب وميرامار. هو كمال الشيخ نفسه في احسن حالاته تحول من انه صانع روايات بوليسيه
وروايات بسيطه جدا زي حب واعدام وما شابه، الى صانع عمل عظيم زي لسه وكلاب. يعني لسه وكلاب ده انا رايي الشخصي انه مش من احسن افلام السينما المصريه، ولكن هو الاحسن. بتشوفه وتشوف الاداء فيه والتقطيع وبصائر الابطال والفلسفه والدراما والرؤيه وعلاقه البطل نفسه بالاقدار وبالاشخاص اللي حواليه، وازاي هو بيتغير وبيتحول وهو قاتل لكنه مش مجرم. يعني شوف بس طبعا المعنى. حضرتك ما قلتش حسن الامام. حسن امام عمل له الثلاثيه، لكن انا في رايي الشخصي السكريه افضل افضل اجزاء الثلاثيه. وبعدين في اواخر حياته عمل له افلام مش قويه قوي زي حاجه اسمها نداء الله، وعمل له حاجه اسمها عصر الحب. عصر الحب ده كان اضعف افلام اللي اتعملت عن نجيب محفوظ. هو حسن امام كان دايما بيفكر بشكل تجاري يمكن، يعني يعني بشكل اخر. يعني هو خد الروايه قصه قصيره اللي هي نداء الله دي، اتعملت قبل كده في فيلم صغير كان مع صلاح ابو سيف، وبعدين عملها هو مره تانية سنه 85، كان فيها نور الشريف وسعيد صالح ومجموعه اسماء. تحس ان يعني فيلم حركه واكشن، ونور الشريف اللي بياخد الشنطه بتاعه الفلوس دي ويقعد يعيش بيها لمده ايام مع احدى الخادمات او العاهرات، فبيتحول في الفيلم الى حد ايه بيضرب على طريقه الفتوه بتاع الافلام والحاجات دي، بيفقد الفيلم معناه. لكن هو كان اساسا الفيلم ان الشخص بعد ما بيصرف الفلوس، الفلوس بتاعته بتخلص، بيعود مره اخرى الى الله وبيقف قدام الجامع وخلاص بيسلم امره الى الله، كنوع من التواصل ما بين الانسان والقدر او الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش نتكلم عن ادب واعمال نجيب محفوظ السينمائيه من غير ما نتكلم عن نساء نجيب محفوظ. هل في طبعا اكيد في تركيز على هذا الموضوع وفنانات السينما المصريه اللي ابدعوا وتالقوا في ادوار اعطاها الكاتب الكبير نجيب محفوظ اهميه قصوى، راي حضرتك من هم اهم من نساء نجيب محفوظ؟ شاديه. على الشاشه شاديه طبعا. شاديه طبعا، شاديه في ميرامار وشاديه في لص وكلاب، ويعني شاديه كتير قوي. وبعدين امال زايد. بس ليه شاديه يا فندم؟ عشان هي شاديه. شاديه هي الست اللي تحس انها اختك وامك وحبيبتك وجارتك، هي وجه مصر. وبعدين شاديه في الفتره ديت كانت قررت انها تبتعد عن الغنى، ما بتغنيش في الافلام دي بالظبط، وتبقى فقط ممثله، ممثل. وتملا الدور. يعني شاديه مثلا في ميرامار واقفه قصاد عمالقه النجوم، قدام عماد حمدي، يوسف وهبي، يوسف شعبان، مجموعه اسماء كبيره جدا، وهي دورها محوري. وهي دورها محوري طبعا. يعني مثلا نهايه فيلم ميرامار مثلا على سبيل المثال، في الروايه شخصيه زهره دي اختفت، راحت فيلم ما تعرفش، لكن السينما اخلاقيا راحت متجوزه شاديه دي من بائع جرايد، ولا لا هنتعلم وهشيل الجلابيه وهلبس بدله، يعني معنى كده ان انا هتحضر. فشاديه كانت في المقام الاول. امال زايد طبعاً. طبعا عملت ادوار كتيره جدا. في طبعا تحية كاريوكا في الطريق، سناء جميل، سناء جميل طبعا في البدايه والنهايه طبعا. لا لا هو كان برضو اكتشافات مهمه جدا. صرصره، يعني تعرف صرصره فوق النيل، احسن ادوار الابطال ميرفت امين، سهير رمزي، احمد رمزي، يعني ايه بالنسبه للنساء بناء على سؤالك، هي الادوار اللي اتعملت في صرصره فوق النيل. حتى المذنبون عن المرحله جدا. شوف فاكر حضرتك المذنبون، فيلم يجمع ما بين 18 بطل وبيديهم كلهم نفس القامه من التمثيل، وما تقدرش تقول مين الاحسن، كلهم الاحسن مع بعضهم. احمد حمدي